بقول لك ايه، انا هبعت اجيب فطار. عايز فول وطعميه ولا عسل وفطير؟ بطانيه وسرير، جعلنا ما زاد. 72 ساعة ما شفتش النوم. ما هو انت اللي بتعمل كده في نفسك يا ابني. هو مفيش بني ادم عاقل بيشتغل 3 ايام ورا بعض. ده انا لو اشتغلت 3 ساعات بتعب. راجل بتقي ربنا في اكل عيشك. وصون القسم اللي قلته في الكلية. مش ظابط فاشل زيك. قصدك مش اهبل زيك. ما تشتغل على قد فلوسهم. قد فلوسهم؟ لو ربع ظباط مصر عملوا زيك كده كان زماننا في شيكاغو دلوقتي. كان زمان الناس بتجري ورا بعضها بالطبنجات في الشارع. أنا ماشي. نازل متى؟ يومين وانزل. بعدهم ساعة ساعة. وأنت هتقول لي مستعجل على الصرمح والكافيهات. كافيهات مين يا ابني؟ الموضوع اتغير خالص. عقبال ما دماغك تتغير يا رب ويطرد الفيروس اللي فيه. أيوه صح. أمي عزمك على الغدا بكرة، عاملة ويكة وبط وعجمية. إيه العجمية دي؟ دي اللي هي سد الحنك. الحاجة دي حبيبتي. أنا ما عارف بتحبك على إيه، ما فيكش ولا حاجة شبهنا. طب أجي أوصلك؟ الله ينتقم منك. زين باشا. شكراً يا ابني. زين باشا. أمر. عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه ضروري. وعزت جلالتي اللي انا شايفك اربعه دلوقتي، مش هستوعب منك اي كلام. اسمعني بس دقيقتين. وتعالى بكره اوديك بدل الدقيقتين ساعتين تحكي لي فيهم قصه حياتك. أبص. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. والله أنا بطالب جميع المسؤولين سواء كانوا أشخاص أو جهات بأنهم يصدروا قرار بتوحيد الزي الجماعي، لأن الطلبة والطالبات خلاص إيه اليومين دول مقبولين بيلتزموا بالقانون. ناقص يقول لهم يشربوا إيه وياكلوا إيه؟ ده لو طبقوا الكلام ده هتبقى حاجة خانقة جو وهيبقى شكلنا على طلبة المدارس. انسي يا نودي، ما ينفعش تطبقوا الكلام ده هبل. يعني إيه يعني هما مالهم باللي بيلبس جينز مقطع ولا اللي بيلبس سبورتيف ولا اللي عامل تاتو؟ حرية شخصية. هما مالهم؟ امال مين اللي ماله؟ يعني انتوا عاجبكم الشباب اللي ماشي في الشارع مطلوق كده لابس محزج ومقطع ما تعرفيلوش اذا كان واد ولا بنت؟ والله يا ست صالحه بجاجيل مهبب، البنات بقت مسترجله والعيال بقت منسونه. خليكي في حالك يا بنت. حاضر. بصراحه ياما فيروز عندها حق. كسر حجك. هي مين اللي عندها حق؟ بلك اللي يحكمني على بنات الجامعه دول انزل وراهم بالنبوت اضرب كل بنت لابسه لبس فاضح اكتر مساتر. يا ماما صالحه، ما هي ناديه اهي في كليه طب جامعه اسيوط ولبسها محترم. عشان لجيت ام ما ترضاش. لجيت ام تقول لها تلبسيه وما تلبسيه. طب اذا كان هما اللايف ستايل بتاعهم كده يعملوا ايه يعني؟ ايه الفايف ستايل دي؟ انا قصدي نظام حياتهم يعني. الجامعه المفروض تعلمهم الحريه مش العبوديه. حريه ايه وعبوديه ايه؟ بلك بنات مصر دول افتح لهم الباب واطلقيهم يمشوا في الشوارع ببدل الرقص. اما كتك موم ما يشطحك، والله امسك الشبشب واجرعك بيه. طبعا اذنكم. قومي اعملي لي قهوه ولا هتعملي فيها دكتوره علي؟ سكت البيت ومسحت بكرامتها الارض. والنبي يرضيك كده؟ يا ريتني كنت قاعده وربنا تستاهل. بلا قله حياه. عندك حق مرت عمي. يخرب بيتك، وانا اللي قلت هتنصفيني. ياما انت ست كبيره. ما تبقيش خلطانة وبالكبري. أنا كبيرة غصب عنك. عارفة يا نادية لو هتقولي لحد إن أنا غلطانة حط راسك في الصحن اللي قدامك، سامعة ولا لا؟ صوتكوا جايب آخر البيت ليه؟ توحشتك يا أم. البيت عفش من غيرك يا ولدي. تلات أيام يا أم ما شفتش النوم. إزيك يا نادية؟ بخير يا أخوي. إزيك يا ليلى؟ الحمد لله. ما البنت فيروز فين؟ هقول له تقولي لي ايه يا بت؟ فيروز كانت بتهزر مع امك. وايه الجديد في ده؟ امك قلبتها جد. يا دي النيله السوداء. لا، وشدت على البت وطلعتها معيطه. جرى يا بت، انت معايا ولا معاها؟ بقول لك ايه يا ولدي، انت عارف امك كويس. ايه كده؟
ماليش في العوج ولا ليا في جلع المصاروه دي. يما انا هقعد العمر كله اقنعك، المصريه غير الصعيديه. يعني ايه؟ يعني مختلفين عنا في كل حاجه، عاداتهم غير عادتنا، تتعاملي معاهم زي ما بتتعاملي معاهم. يما اضعف في مشاعرها حتى في صحتها، اللي فوق دي لو ضربتها بسجيره صبر على دماغها تموت. انما الصعيده قدامك اهم، لو ضربتها عيارين هتلم لك الفارغ وتدولك تاني. عندك ليلى ما شاء الله بتفطر قدره فول وعشرين نغيف. رايح فين يا ولدي؟ هطلع صالح الغلبانه دي اعمل ايه؟ ربنا يروقك. صالحة وهي اللي غلطانه؟ كنت مش عارفك انها غلطانه، انت كنت قاعده. اعوذ بالله منك يا ليلى، اعوذ بالله. خلاص يا ليلى، يعني هو كان ضربك بالنار ولا ايه؟ بيهزر معاكي ما تعيطيش. وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني وحشتني. وانت كمان بدك تكون زعلانه من امي. لا انا ولا انت نقدر نزعلوا منها. تعرفي ليه؟ عشان دي الوحيده اللي لو غلطت ما اقدرش اقول لها انت غلطانه. وانا ما اقدرش ازعل منها، بالعكس دي الحاجه سبايسي اللي في حياتي. سبايسي يعني دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي يعني دي حاجه مسليه. يا سبايسي والكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هيخليك انت وامي عمركم ما هتتفقوا. على فكره كلمتك كذا مره وموبايلك مقفول كالعاده. التليفون وصاحب التليفون كانوا فاصلين شحن، بس اديني جيت عشان اشحن. طبعا الله يكون في عونك، ما انت تلات ايام بره البيت. وهو انا بمزاج يعني؟ ما انت عارف اليومين بتوع كل سنه مولد سيدي عبد الرحيم الجناوي. ما يحوشنيش عني غير الشديد الجو. ما هو باين. اللي في يدك ده يا فيروز؟ دي هدومك عشان تلبس. يعني واحد بعيد عن مرته تلات ايام، يوم ما يرجع البيت هيلبس هدوم بردك يا فيروز؟ ايوه يعني عايز ايه؟ يعني مش فاهمه. عايزك تشد الستاير وتضلم الاوضه وانا هقول لك هنعمل ايه. بس كده؟ ايه الكابه اللي بتسمعيها على الصبح دي؟ كابه ايه يا جهله؟ ده مصطفى كامل. انت عارفه انا بحبه ليه؟ ليه؟ رومانسي زيي. وهي دي الرومانسيه من وجهه نظرك يا ليلى؟ امال ايه هي دي الرومانسيه؟ طب اسمع يا جاهله، انا عايزاكي في حاجه كده. عايزاكي تعلميني كم كلمه انجليزي، ها، على كم كلمه فرنساوي وكلمتين روسي. مين ده اللي يعلمك؟ انت. مش انت متعلمه يا جاهله مصطفى كامل؟ اه يا حبيبتي انا متعلمه، بس العربي بالعافيه. وايه كل اللغات اللي عايزه تتعلميها دي؟ مش لما تعرفي تقري وتكتب الاول. انا عايزه اتعلم كم كلمه كده اقولهم قدام زين. البت اللي متجوزها دي عامله نفسها خواجايه وليل ونهار وهي ترطن باللغات. علميني والنبي. يا حبيبتي يا ليلى، قد كده بتحبي زين؟ ده انا بحس ان كلمه حب ليلى على اللي بحسه ناحيه زين، ده انا هين علي يسرق واخش الحجز عشان افضل معاه ليل ونهار في المركز. لا يا حبيبتي من غير سرق، هشوف لك كم كلمه على النت تحفظيهم وتقوليهم قدام. ماشي ماشي، روحي انت شوفي الكلمتين دول وانا سيبيني، انا لسه مندمجه مع مصطفى كامل. زين زين. ده اسماعيل بيه. اسماعيل بيه، هو انا مأمور الاسم عندك؟ انا فيروز يا زين. يلا اصحى. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي بقت 6 المغرب. يا عم غريب سأل عنك كتير. عشان عندنا جلسة عرفية النهاردة. فين التليفون؟ اتفضل حبيبي. جهزي الحمام والنبي عشان متأخر. ماشي. يا عم غريب. لا يا باشا انسى كيف. العيلتين جاهزين؟ طيب نزل لك على طول في رعاية الله، مع السلامة مع السلامة.
اكبر، ولفت خلص على اصول لبس الصعيدي. انا عايزاك بقى زي ما بتحل مشاكل الناس تحل لي مشكلتي. مرتين الجنوة عندها مشكله؟ ده لو ربنا استقل من الدخلية واقعد جنبك لحد ما احل المشكله دي. مشكله ايه؟ يعني مش كفايه انك بعدت عني 3 ايام كمان هتحرمني من خروجه كل اسبوع؟ عشان تعرف انك ظلماني. ايه دول؟ تذكرتين للسينما اللي في لوكسور عشان تتفرجي على الفيلم اللي نفسك تشوفيه. كل مرة بتعرف تضحك علي، مش بعرف ازعل منك خالص. معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني بحبك. وانا كمان بحبك. الساعة 10 تبقى جاهزة عشان ما نتأخرش. حاضر. قدمت الدعاء قبل كده يا ابراهيم؟ حصل من يجي سنه. كان رد اهلها ايه؟ رفضوا. رفضوا؟ طب سالت روحك رفضوا ليه؟ عشان سمعتك. للبلد كلها بتتكلم عن ابراهيم انه بيلف ورا الغوازي من فرح لفرح. البلد كلها بتتكلم على ابراهيم انه بيشرب حشيش ومخدرات. تقوم انت مشغل دماغك تقول لا انا افضل زي ما انا وافكر شويه، اتهجم على دعاء انط من الشباك وادخل لها. تصرخ دعاء يحصل فضيحه في بيت الحاج عيسوي، ما يبقاش قدامنا غير حل واحد كيف ما بيحصل في كل قضيه شبه دي، ان احنا نحكم بالجواز. بس انه بدي ابراهيم مش هيحصل كده. كانت شرط مين دي يا ابراهيم؟ امي. امي اللي قالت لي اعمل كده. طب يعني راجل مال وهدومك زيك بشنب ودجل يقبل ان يبقى قدام الرجاله دي كلها شروط امه؟ لا انا شفت امي. تقبل ان يبقى عندك ضر يا ام ابراهيم؟ لا ما اقبلش. هيبقى عندك ضر يا ام ابراهيم. كلام صح حكيم ولد حكيم. يا شيخ اصبت يا زين يا ولدي. قررنا نحن المجلس ان الحاج ابو ابراهيم يكتب كتابه الليله على دعاء. احنا مش موافقين على اللي بتقوله دي. اخرس يا حرمي. ومهر دعاء فدانين ونص، وتعويضا لإساءة سمعة الحج عيسوي 5 فدادين من الحج شندي للحج عيسوي. حرام عليك. حرمة عليك عيشتك، اقفل خشمك. وتعويضا لإساءة سمعة عكاشة خدعاء فدانين ونص. ايه يا ابراهيم؟ اتحرمت عليك ليوم الدين، بقت مرة ابوك، بقت في مقام امك دلوقتي. يلا قوم حب على راس مرة ابوك. قوم. هموت واعرف مين اللي واخد عقلك ده. مش جايز تكوني عارفاه؟ حد اعرفه صح؟ هقول لك. هو ها فيه شبه كتير من زين. لسه بتحبيه؟ لسه بحبه وهفضل احبه يا صفيه. ما يستاهلش. زين يستاهل اللي في قلبي. زين مفيش راجل زيه. سابك وراح اتجوز غيرك. حقه. هو عمر ما وعدني بحاجة. انت كده بتضيعي نفسك. عمري وروحي فداه يا صفية. زين بالنسبة لي هو الراجل الوحيد اللي خلقه ربنا. بالشكل ده انت اللي هتعرفي تتجوزي ولا تخلفي. قال لك اني عايزة اتجوز. وسيب راجل يمثلني غيره. بس هو خلاص ما بقاش معاك، فالعمل ايه؟ هتترهبني؟ ايوه هترهبني يا صفيه. ده اللي ناوياه من يوم ما زين بيجي لغيري. ايه مامي عامله ايه؟ ميسي مور. ايه الاخبار انت؟ ميعاد السينما. مامي. ايوه عشان مامي بقول لك ميعاد السينما انا عارفها رغايه. لو سبت لها نفسك مفيش سينما النهارده. اقفلي وقولي لها الموبايل فصل شحن. حاضر. هشرب سيجاره لحد ما تخلصي. هاي مامي. حاجه فاتتني وانا في الحمام. ايوه
اللي طلعت عامله نفسها بتحبه وهي اصلا شغاله مع الناس التانية. شوفوا هو مصدقها كيف. الحق يا زين، في واحد ورا بيشخر. لازم تتعود على كده، انت في سينما في الصعيد يا فيروز، وانت في جراند مول المعادي. خرب بيت سنينك، الواد في عربية ترامب واقفة في زوره. خلاص يا جدع انت، أخينا. أيوة. الفيلم حلو اتفرج عليه. أه ماشي. فيلم حلو ده أنت فاتك نصه يا جدع. واد يا طه، تعال هني، كنت فين؟ الشيخ ياسين اداني سبحته ياما. اه يبقى عشانك دي بقى لك يومين محدش عارف لك اراضي. ريحته فيها ياما، شميه. بتحبه يا ولدي؟ بحب حب ياما. عندك حق، ومين ما يحبش الشيخ ياسين؟ اه الصوت ياما، الصوت. انا في طب يا اخوانا، في طب. بركته فيها. ده انت على كده ما بتحبش الشيخ ياسين، ده انت على كده اتدروشت. بقول لك ايه يا دكتوره ندي، ما تشوفي له حاجه ولا تشوفي له دكتور يخرجه من الحاله اللي هو فيها دي. ما وعدتش ياما، ابنك في حاله متاخره، مش محتاج دكتور من هنا، محتاج دكتور من بره. السلام عليكم. عجبك الفيلم؟ عجبني جدا. ايه اكتر حاجه عجبتك فيه؟ الرومانسيه اللي فيه، حب البطل للبطله. تفتكر يا زين لسه في الزمن ده في واحد ممكن يحب حبيبته للدرجه دي؟ امال ايه، واقف جنبك بياكل فول سوداني اهو. بجد؟ طبعا بجد. وعشان اثبت لك ده، رغم ظروف شغلي ورغم اني ما نمتش في شغلي 3 ايام، الا اني ما نسيتكيش وكتبت فيك شعر. الله، طب عايز اسمع، قولي. بحبك حب ما جاش ولا عدى في حياة مخلوق، بحبك حب يتدرس في مدرسة الهوى والشوق. انت فوق فكر اللي فكر، انت سبحان اللي صور. كل يوم بحبك اكتر، انت ابعد من الخيال. متجوزة زين الابنودي يا اخواتي. ترمى ودنك كده ليه يا حاج؟ الراجل ودنه في وسطينا. طب سمعني شعر تاني. اقوله لك في البيت. يا من احمد، خير؟ يا ساتر يا رب، قتيلة. ده كلام تقوله لي على الصبح. وزياد بيه فين؟ طب وتنقلوه على انهي مستشفى؟ طب يلا، وصفت الطريق، مع السلامة. صباح الخير، في ايه يا حبيبي؟ لا مفيش، كمل نوم انت. اكمل نوم ايه؟ انا هقوم اعمل لك فطار. فطار ايه؟ عندي بلغ بجريمة قتل، طلع لي لبس بس. حاضر. السلام عليكم، معاونا بحث المركز زين الجناوي. سمعت الحالة المضروبة بالنار فين؟ زين باشا، أوبري. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. فوت عليها بكرة وديك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. حرام عليك، شتني وتقتل ابنك.